حميد بن عمر، مدير تقني ديال مدرسة المغرب التطواني. يعني الهدف يعني من الزيارة لهذه المدينة ديال بلجيكا، مدينة بروكسل، يعني الهدف جاء في إطار المشاركة في الدوري الدولي اللي كانت قام بمدينة ليل الفرنسية أيام 6 و 7 يونيو الماضي. إذا احنا ارتئينا ملي سال الدوري، قلنا غنقوموا بزيارة يعني لمدينة بروكسل. فبعد اتصال من قبل هذه شي شهرين وانا راني كنت يعني اتصال دائما مع الأخ هشام الشرايح، وهو اللي دعانا اللي صيفط لنا دعوة باش غنقوموا بزيارة لمدينة بروكسل. من بعد مدينة بروكسل وغنقوموا بزيارة أخرى لمدينة أمستردام. واش تقدر تقول لنا المشاركة ديالكم كانت في فرنسا؟ المشاركة نقدر نقول لك إيجابية، مع بعض الفرق اللي هما المستوى ديالهم بحالنا أو لا أحسن منا بشي حاجة، ولكن كاين الفرق اللي هما والمدارس اللي هي عتيدة اللي هي سون بلي فوق ورانا قويين علينا، بحال بينيفيكا البرتغالي، بحال أندرليخت البلجيكي، وعندك مدينة ليل فريق ليل الفرنسي، هادو هما اللي كانوا قويين علينا. هما المدارس اخرين تقريبا كان المستوى متكافئ او لا نقول لك احنا احسن منهم بشيء ما. واش تقدر تقول لنا كيفاش كان الاستقبال من طرف الجاليه ليكم هنا في بروكسل؟ كان استقبال حار، واحد الحفاوه من طرف الجاليه المغربيه. ما كناش كنتظروا هذا الشيء، زعما صراحه ما كناش غنتوقعوا هذا الشيء اللي يعني غيوقع لنا. يعني استقبلونا بواحد الحراره اللي هي كبيره، بواحد الحفاوه، حسينا روسنا بان ماشي حنا في بروكسل، بان حنا في تطوان، بان حنا في المغرب. يعني وفروا لنا كل ما يخص، وفروا لنا كل شيء، ما باقي ناقص لنا حتى شي حاجه. واش تقدر تقول لنا شي كلمه اخيره على هذا اللقاء وعلى هذه الزياره؟ اذا بالنسبه للزيار ديالنا، انا اولا كنقول بان هاد الاطفال هذوما محظوظين، لان الاطفال في هذا السن هذا وقاموا بزياره المدينه، يعني اولا بدينا من باريس ثم الليل، من الليل ثم الى بروكسل، من بروكسل الى امستردام. فالدراري هذوما كنظن في هذا السن ديالهم فهم محظوظين بهذ الزياره، وعرفوا هاد المدن هذوما وكسبوا واحد التجربه، واحد الثقه في هاد اخر الدوريات اللي كنشاركوا فيهم، لان الدوريات واحد القياس ديال المستوى لا التقني ولا التكتيكي ولا الذهني للاعب. اذا كنظن بالنسبه استفدوا هما الدراري هذوما، استفدوا بزاف، وحتى حنا استفدنا، لان على استفدنا حنايا ان عرفنا نقاط الضعف ونقاط القوه ديال الدراري، وعرفنا اش خصنا نديروا، وعرفنا المستوى ديال الفرق الاوروبيه. يعني الفرق الاوروبيه احنا كانت عندنا واحد التجربه كبيره مع الفرق الاسبانيه، لان الفرق الاسبانيه كانوا قرابين عندنا حنا لتطوان، تيجيو عندنا وكنمشيو عندهم، ولكن بحال الفرق الفرنسيه او الفرق البلجيكيه او لا ما كانش عندنا معاهم شي تجربه. اذا هذه اول تجربه مع هاد الفرق هذوما، وكنظن بان راه حنا استفدنا منهم بزاف، واستفدنا اللي هو كثير. وكنظن هاد الزياره او هاد الرحله ماشي هي الرياضيه محض، هي ثقافيه، هي اجتماعيه، هي سياحيه، هي الدراري اكتشفوا بزاف ديال المعالم التاريخيه هنا بمدينه بروكسل. واش تقدر تقول لنا الارواح ديال الاطفال باش كتراوح ما بين وبين؟ وتقدر تقول لنا شنو هي الجمعيه ديالكم، الاسم ديالها؟ الجمعيه هي مدرسه المغرب اتليتيكو تطوان،
فريق في القسم الوطني الاول بالبطوله المغربيه، فاز هذه مؤخرا العام اللي فات فاز ببطوله المغرب، يعني فاز يعني بالبطوله الثانيه من بعد بطوله ديال 2012، وتاهل حاليا لدور المجموعات ديال كاس افريقيا. الاطفال هذوما كلهم من مواليد 2004، الا جوج ديال اللعابه اللي عندنا هنايا من مواليد ديال 2005. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. شنو سميتك؟ محمد محمدي. منين؟ مجدة. مجدة. كتسكن في تطوان. كتلعب مع الفرقة؟ مع الفرقة المغرب التطواني. وشنو كتلعب؟ الهجوم. الهجوم. ماركيتي شي هدف في فرنسا؟ والو بحال والو. علاش؟ ولكن صحابك ماركاوك. شنو سميت؟ اسم ديالي سليمان الزنطر، ونكلم مدرسة المغرب التطواني لكرة القدم. شنو كتلعب؟ بين انا بغيت تلعب. سانك. سانك. وسط الميدان ياك؟ لا، الدفاع. دفاع. اوكي. وكي كانت المباراة اللي درتو في فرنسا؟ كانت مباراة جميلة، وفي نفس الوقت كانت صعبة، وحنا استطعنا ننتصروا في بعض المباريات واخرى ما صعبناش الحظ. وشنو غادي تقول للمغاربة اللي كاينين في؟ انا كنشكر المغاربة اللي كيسكنوا في بلجيكا، وكنشكر بالاخص الاخ مصطفى اللي ساعدنا في الجم باش نكتشفوا المعالم التاريخية لمدينة بروكسي. اوكي. وكتقرا باقي كتقرا؟ باقي. شحال جبتي هاد العام؟ 9.15. شحال؟ 9.15، باقي نجوز مواحد. تبارك الله، سي تخي بيان. واش تقدر تقول لنا شنو سميتك؟ السلام عليكم، اسمي ابراهيم السماحه، مواليد 2004، وكنلعب مع المغرب التطواني. علاش جيتوا لبلجيكا؟ جينا لبلجيكا حيت عندنا شي مباراه تحبيه، ان شاء الله غنغلبوا. مع من لعبتوا قبل في فرنسا؟ فرنسا لعبنا مع بنفيكا واندرلاخت والعديد من الفرق. كيفاش كانت المقابله؟ كانت مقابله جيده والحمد لله، غلبنا جوج الفرق والنتائج ايجابيه. وكتقرا باقي كتقرا في المدرسه، شكي كانت النتيجه هذا العام؟ نتيجه مزيانه 8.86. اوكي. شنو باغي تقول للناس اللي كاينين في المغرب من بلجيكا؟ ان شاء الله شجعوا الفريق ديال المغرب التطواني، ان شاء الله نغلبوا ونحمروا الوجهات الاساسي ديالنا. الشاعري من فنيدق. شنو؟ من مدينه فنيدق. فنيدق. كتلعب مع فريق مغرب تطواني. كي كانت المباراة اللي درتو في فرنسا؟ كانت نتائج إيجابية. مزيان؟ ومعنا جوج مباريات فزنا 2-0، واحد مباراة 0-0، واللي باقي إيجابيين. مزيان. وشنو كتقول على بروكسل؟ كي جاتك بروكسل؟ بروكسل زوينة، وساعدنا مصطفى اللي سارنا مزيان. زيد؟ ونتمنى حالفنا الحظ نرجعوا لبروكسل. وشنو Yo.